لكن انا بفتخر ان انا في اليوم ده موجود في وسط قمم طبيه كبيره، وانا ضابط شرطه بطعم طبيب، لان انا بتعامل مع سواج هنا مش ضابط شرطه فقط، لا انا بتعامل معاهم كطبيب نفساني هنا. الشرطه مدمجه في الطب، ويمكن خدنا النموذج ده من السيد الدكتور ايمن عمنا من محافظه سوهاج. الحقيقه النموذج مشرف لقياده المحافظه، هو دكتور بقى، فانا بستفيد منه في حكايه ان انا ادير سوهاج امنيا بصوره طبيه. فانا سعيد في وسط النهارده وبنتشرف ونرحب بالدكتور جمال شيعان. الحقيقه يعني قامه وقيمه وراجل بلدياتنا، فيعني احب اشهد مجروحا الحقيقه، لكن احنا بنرحب بيه في وسط اهله سوهاج، واحنا بنعتبر نفسنا ان احنا من اهل سوهاج الحقيقه. هنا بنقعد فيها اكتر من بنقعد مع اهلنا، وسيد المحافظ بقى سوهاجي، وانا خدت الجنسيه بعده على طول، فيعني المنصوره اهل سوهاج بقى كده المملكه. طبعا المفاجاه ان سيد المحافظ وانا والدكتور جمال شيعة من المنصوره احنا الثلاثه، فده سر هقوله لكم يعني عشان كل سنه وانتم طيبين، واحنا سعداء وبنرحب. وزي ما قلت صفا، احنا الامن داعم كبير جدا للجامعه في كل كلياتها وفي كل مراحلها، سواء اساتذه او عاملين او طلبه. احنا كمسؤول الامن هنا بنقدم كل ما يوفر لاخواتنا واولادنا الطلبه الامن والامان في كافه مراحل اليوم الدراسي كله، بحيث ان هو يتفرغ للعلم ان شاء الله. كل سنه طيبين، ونرحب بساده الضيوف ومعالي المحافظ والدكتور صفا، الدكتور جمال شيحة، الدكتور محمد سالم، واللي زنقني الدكتور مصطفى عبد الخالق. كل سنه وانتم طيبين جميعا.